بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أخواتي في فيديو جديد وروتين جديد على قناتكم وصفات ناجحة مع أم تسنيم. عدنا والعود أحمد، عدت لكم بعد الغياب نتاعي. شكرا لكم، يعني فرحتوني بتعليقاتكم، كل يوم تسقسيوا عليا تقولوا لي يا أم تسنيم ارجعي، يا أم تسنيم ارجعي. والله غير ما قدرتش، سامحوني يعني نتأسف. صح سجلت ولكن ما قدرتش مع المرض نتاع بنتي، ما قدرتش ندير لكم المونتاج، وإن شاء الله نحاول ما نغيبش عليكم قد ما نقدر. اول حاجة كما قلت لكم نشكركم اللي سقسيتوا على بنتي، اللي دعيتوا لها درتوها كي بنتكم. الحمد لله، حبيت نطمنكم عليها، راهي مع التريتمون تاعها عندي طيار، نعاودوا لها كل 15 يوم هكا ونتبعها بالدواء ان شاء الله. شكرا لكم، ربي يفرحكم وربي ان شاء الله يبعد المرض على ولادكم كامل. اللي عندها وليدها ولا عزيز عليها مريض، ربي يشفيه ان شاء الله. ربي ان شاء الله يحفظ بلادنا بعد الاحداث اللي صرات. كما شفتوا انا كنت غايبه تماما، كنت مع بنتي والله ما نهزش راسي، تلمو نسهر معاها من سخانه. هذه هي حبيبتي. نرحب اولا بالمشتركات اللي التحقوا جدد بالقناه، وكما شفتوا رانا على مشارف 200 الف مشترك. العائله نتاعنا الصغيره راهي بدات تكبر الحمد لله. ان شاء الله تكون هذه القناة يعني منطلق لكل وحدة تحب تبدأ مشروعها، تحب تنجح، تحب تثبت روحها. راح نشارك معكم ان شاء الله كلش كيما راني نديرو على ارض الواقع، يعني ما نخلي حتى حاجة ان شاء الله. هذه هي. نبداو حبيباتي كيما شفتوا عندي هذا صابلي بريستيج. في هذا الروتين راح نشوفوا المقادير مضبوطه تاع الطلبيه. صابلي بريستيج بذوق الفراز والبقلاوه التركيه، مقادير تاع 50 حبه. نبداو حبيباتي على بركه الله. اول حاجه هنايا انا الصابلي تاعي خدمته كان جاهز عندي، كانت عندي 20 حبه من الطلبيه اللي قبلها، بقات لي 20 حبه نتاع صابلي، وعندي هذه الطلبيه في هذاك الاسبوع بعد، يعني اضطريت اني نزيد غير 125 غرام زبده باش نكمل العدد نتاعي 35 حبه. انتوما ديروا اي صابلي تعتمدوه، ديروه يوم قبل التزيين. هنا عندي انا نورمالمون 250 غرام زبده بصابلي نتاع الكيل تخرج لكم 35 حبه. هذه هي، نحطوه هكا حتى الوقت اللي راح نحتاجو فيه، ونمر نجهز الشوكولا نتاعي اللي راح نزين بها صابلي بريستيج، راح نديروه على شكل قبه. عندي هذا المول شريته نورمالمون ب 35000 من محل لوازم الحلويات. عندي هنا بالضبط 300 غرام تاع شوكولا بيضاء، 300 غرام راح ندير لكم هذه الكميه. نجيب البانسو نتاعي وندير مسحه خفيفه، يعني طبقه خفيفه، ما تحطوش بالملعقه يا البنات، ديروا بالبانسو باش تجيكم الخدمه نتاعكم، يعني ما تجيكمش هذه الشوكولا يعني خشينه. درت الطبقه الاولى حطيتها في المجمد، من بعد نزيد الطبقه الثانيه ونفس الطريقه نديرها للطبقه الثالثه. ندير ثلاث طبقات راح نتحصل على نصف كرة راح نزين بها هذاك الصابلي. هنا كي تحطوا ملعقه هكا، تحطوا بالملعقه راح تجيكم هذيك الشوكولا خشينه من بعد في الذوق. انا صراحه ما تعجبنيش الشوكولا كي تكون خشينه، نديروا خاصه في الاطراف، مشيو مليح هذيك الشوكولا على الاطراف باش كي تنحيوها ما تكسر لكمش. نرجعها للمجمد، هاي لكم هنا درت لها ثلاث طبقات، ولكن راهي رهيفه من بعد مع الماكله ما تتكسرليش، من بعد مع الماكله ما تبانليش بزاف هذيك الشوكولا في الذوق. هذه هي، نبدا نديمو ليهم كيما راكم تشوفوا. قلت لكم احتجت 300 غرام نتاع شوكولا بيضاء باش درت 35 حبه من هذا النصف كره. بديت عليها هي الاولى، الصابلي نتاعي جهزته قبل وبديت اول حاجه درتهم. هنا يعني كان الجو ساخن للاسف، اضطريت اني نخدمهم كامل ونخليهم في الثلاجه من تحت حتى الوقت اللي راح نبدا نخدم به. هذا الفيديوهات كامل راني صورتهم يا البنات كي كانت بنتي مريضه، يعني اي نقص يعني اعذروني، اي نقص في التصوير راني كنت مزروبه، كانت محتمه عليا يعني نكملها. رحت هنايا راح نحضر كريمه الزبده. جبت هنا 250 غرام زبده طريه، هنا درت نوعيه تاع صور راح نخدم بها. نضيف عليهم حوالي ربع ملاعق كبار نتاع سكر ناعم، من ربعه الى خمس ملاعق. راح نخلي لكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف، وكريمه الزبده سبق ودرتها معكم. نطلعهم مليح بالباتور، نضيف عليهم الفانيليا، ملعقه كبيره حليب، ملعقه كبيره زيت،
نطلعهم مليح، من بعد نضيف لهم الجو اللي بغينا. هنا بعد ما خلطهم راح نضيف لهم لاروم هذه نتاع الفراز ملعقه كبيره، ونضيف لهم الديكو جيل بذوق الفراز. نتوما ديروا اي جو تحبوا، يعني الحلوه هذه تحبوا ديروها بالشكل هذا، تحبوا ديروها بذوق الشوكولا، لكم الاختيار. بعد ما مزجتهم مليح نغطي عليها وندخلها للثلاجه الوقت اللي راح يعني نديكوري فيه الصابلي تاعي. جبت هنايا عندي جوز شريت قيمه 15000، دارت لي الكميه هذه، كميه نتاع الجوز يعني كميه ب 15000 دير لكم كميه مليحه. نبدا هنا ندشدش فيه، يعني مانيش راح نرحيه رحيه رقيق خلاص، ندشدش فيه هكا كيما على بالكم الجوز طري ويجي في الذوق يعني مع الماكله ماهوش راح يعطلكم. هكا نبدا جبت هذيك نصف كره بعد ما كانت يعني قلت لكم في الثلاجه، نحط فيهم الجوز بالشكل هذا يكون مدشدش، ونجيب هنا سوبر كريم ولا مش سوبر كريم، ديكو فروي. ديكو فروي تحبوا بذوق الفراز ولا بذوق الكارز كيما راكم يعني حسب اختيار الزبونه. بديت نعمر فيهم هكا، نحطوا كميه مليحه من بعد باش نحطوه فوق الصابلي تاعنا. هذه هاي ليكم. وهنا الروتين هذا راهو كان يعني على يومين، يوم درت فيه الصابلي ويوم خدمت فيه البقلاوة التركية، هكا جملتهم فقط في فرد روتين هكا باش تهزو منو الافكار. حطت كريمه الزبده هذيك تاعي في لابوش كيما راكم تشوفوا لابوش جوطابل، ونبدا نلصق في الصابلي، نحطو كميه مليحه نتاع كريمه الزبده ونضغطو ونحيو هذاك الزايد كامل نتاع الجوانب. الصابلي نتاعنا بعد ما نحشيوه نحطوه في المجمد باش من بعد كي نقلاصيه مباشره تجمد لي هذيك الشوكولا البيضاء، يعني ما نبقاش انا نستناه يطول عليا باش تنشف لي هذيك الشوكولا. كيما راكم تشوفوا نكمل كامل هذه الكميه. هنا كريمه الزبده راهي يعني راح تحشي لكم هذه الكميه ويبقى لكم شويه منها. جبت هنايا الشوكولا البيضاء، عندي 500 غرام تاع شوكولا بيضاء. هنايا انا ننصحكم ديما اشريو ملون خاص تاع الشوكولا، احسن ما تخسروا يعني تخسروا الشوكولا تاعكم بملونات عاديه. هنا لا دوز هذه اللي في لاسيرين كيما راكم شتوها راني نشريها ب 10000، راهي ديري منها قطره تقعد لك يعني ما شاء الله. انا هنا درت اللون الغوص، درتو غوص كلير، نبدا نحط بالقطرات حتى نتحصل على اللون اللي نحبه. وهنا الشوكولا ذوبوها وخليوها تبرد باش ما تذوب لكمش هذيك القبه اللي تحطوها فوق الصابلي. هنا الصابلي تاعي شوفوا راهو بارد يعني كان في المجمد، نجيب هنا كل نصف كره نحطو فوق الصابلي هذا بالشكل هذا. من بعد هذيك السوبر كريم والشوكولا راح يثبتوا لنا، نحاولوا نحطوها في المنتصف وهكا راح تثبت لنا بالشوكولا. الشوكولا هنا البنات ناكد عليكم لازم تكون بارده، لانها اذا كانت ساخنه هذيك القبه راح تذوب كامل. نجيب هنا نحط كامل نمشي الشوكولا على الجوانب، نتاكد باللي راهي مقلاصيه ونتاكد باللي هذيك نصف كره راهي في وسط نتاع الحبه بالشكل هذا. هنا 500 غرام راهي قلاصات لي هذه الكميه كامل. انا هنا درت نورمالمون فيجيكا ودادا، هذه هي. نبدا نقلاصيهم كيما تشوفوا ونحط هنا جبت البلاطو درت عليه البابي فيلم من بعد باش ما يلصقوليش هذوك الحبات في البلاطو، ونكمل كامل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه. واكيد راح نخلي لكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. وهنا درت لها تزيين بسيط، درت هذه الفراشات تلقاوهم دائما في محل لوازم الحلويات، يتباعوا صاشين ونمو 25000 ولا 20000 والله نسيت، لاني نشري السلعه يعني بالجمله. وحطيتها هكا في الجنب، حطيتها فوق الشوكولا قبل ما تنشف باش تنشف لي هذيك الفراشه من بعد ما تطيرليش اذا هزيتها ولا جيت راح نديكوري باش نتاكد باللي الفراشه هذه راهي لاصقه مليح، ونحطهم ينشفوا. هنايا اليوم اللي بعده كانت عندي طلبيه تاع 50 حبه نتاع البقلاوه التركيه، راح نعطيكم المقادير المضبوطه، الفيديو راهو كاين بالتفصيل، راح نخلي لكم الرابط نتاعو في صندوق الوصف. هنا درت لكم غير مقاطع، عندي هنا لاباطا فيلو راح نعتلكم من بعد النوعيه اللي درتها، ديما النوعيه تاع الاميره هي افضل نوعيه. عندي هنايا زبده، احتجت ل 50 حبه زوج علب نتاع لاباطا فيلو. هنا الطريقه يعني راهي واضحه، اسهل بقلاوه هي هذه، تقدروا تبداو بها المشاريع نتاعكم. نحكم كل زوج ورقات، نجيب البانسو، وعندي هنا الزبده تكون ذايبه وبارده، ما تحطوش فوقها الزبده سخونه يا البنات، الورقه هذه راهي حساسه بزاف
راح تتقطع لكم ولا تولي يعني مندية. ندير الطبقة الأولى نحط فوقها الزبدة ونزيد الطبقة الثانية ونزيد ثاني نحطها يعني ندير فوقها طبقة تاع الزبدة. كيما راكم تشوفوا راني عندي مدة ما درتش المونتاج والله تخلطت عليا. ديما هذيك العجينة حطوها رجعوها في صاشي وغلفوها في الصرفيطة كيما درت أنايا. نجيب هنا عود، ثم ديروا عود هذاك تاع يعني نتاع الذبيحه اللي نديرو به الذبيحه، واحد العود هكا طويله انا ما لقيتوش، حكمت الاعواد هذو نتاع الشواء لصقتهم كامل بالسكوتش مع بعضهم. ونجيب هنا الحشو اللي عباره على كاوكاو مقلي ومرحي، 3 كيلات كاوكاو مع كيلة نتاع سكر عادي، نصف كيلة عفوا نتاع سكر عادي. درت لهم لاروم ودرت لهم الفاني ولميتهم ملعقه كبيره نتاع سمن ولميتهم بماء الزهر كيما تشوفوا. ندورها هكا على هذاك العمود ونضغط مليح، اسمها البقلاوه المبرومه. نجيب هنا البلاطو ونكون دهنته بالزبده ونحط هذا لي بودان هذو نتاع البقلاوه بالشكل هذا، يعني طريقه بسيطه. راح نعاود قدامكم حبه، قلت لكم انا هنا الكميه اللي دارت لي 50 حبه، يعني 51 حبه بالضبط. تشريو زوج علب نتاع البقلاوه هذه نتاع لاباتا فيلو عفوا، دات لي علبه نتاع زبده نتاع صول. انا ندير زبده ما نديرش سمن هنا في البقلاوه هذه، ندير لها زبده لانها يعني تعطيها غو. احتجت حوالي 700 غرام نتاع كاوكاو، سكر عادي اكيد يكون عندكم في المنزل، الماء الزهر راح تحتاجوا شويه ماء الزهر. وهذه الطريقه راهي واضحه قدامكم كما راكم تشوفوا. وهذا النوع من البقلاوه ما يحتاجش الحشو بزاف، يعني ما تحبش تكون يعني محشيه بزاف. الطريقه راح نخليها لكم، قلت لكم مكتوبه مقادير مكتوبه في صندوق الوصف، والطريقه راح تلقاو الرابط في صندوق الوصف. نكمل كامل الكميه اللي عندي بالطريقه هذه. حذروا عليها بزاف يا البنات، راهي رهيفه بالبزاف، يعني تقطع لكم لازم المسايسه. هذه هي كملت كامل الحرابش نتاعي بالشكل هذا في الوقت اللي كان هذاك الصابلي كان ينشف لي. هنا شوفوا الكميه اللي دارتها لي كامل، غطيت عليها قبل ما ندخلها الطيب. هام ليكم بلاطو ونص دار لي 51 حبه بالضبط. هذه النوعيه تاع الاميره فيها 500 غرام، نورمالمون فيها 15 ورقه، والا ما غلطتش نورمالمون فيها 15 ورقه. هذه هي حبيت يعني تشوفوها برك. قبل ما نطيبها نكون جهزت عسل المرجان بدون اي اضافات باش نحطها فوقه. نبدا هنا نقصها قدامكم. بعد ما تكونوا يعني درتوا لها كميه مليحه من الفوق تاع السمن راح تقص لكم فاسيلمون، ماهيش يعني صعيبه، فقط تبغى الموس يكون حاد تطراسيوها. ومن بعد ما تطيب وتعسلوها راح تعاودوا لها بالموس كما راكم تشوفوا. هاي لكم هنا راهي تقص لي بكل سهوله. هنا كل حربوش راح يدير لي 3 حبات، والحبه راهي ماهيش كبيره يا البنات، راهي متوسطه يعني كي شغل سيجار الحجم نتاعها، يعني يجي قيس سيجار. هذه هي وندخلها الطيب على طيبوها على 160 درجة، ما تخليوهاش النار قوية بزاف. تحطوا البلاطو تاعكم في الوسط في الدرج الوسطاني عفوا تاع الفرن حتى تشوفوا الجوانب تاعكم بداو يتحمروا مليح. تهبطوا البلاطو وتشعلوا لها من الفوق، تبقاو تدوروا حتى تتحمر كامل، وجامي تحطوا البقلاوة التركية وتروحوا تخليوها، راهي رهيفة في ساعة تتحرق لكم. لازم تبقاو يعني عندها خاصة كي تشعلوا شوية من الفوق. هذه هي انا كمل نقطعهم كامل، حبيت يعني تشوفوا المقطع هذا نتاع التقصاص تاعها كما راكم تشوفوا. هاي ليكم بعد ما تطيب لي وهي هكاك ساخنه نخرجها من الفرن. هنا راهي ساخنه، انا حمرتها نحب يعني نحمرها شويه مليح. هنا عندي كيلو نتاع العسل، دار لي هذا البلاطو ونص، يعني ما تحبش يعني تشرب كيلو كامل وحدها ولا حطوا هكا بالملعقه حتى تشوفوها تشربت. زيدوا لها شويه وخليوها تبات ليله كامله في هذيك العسيله تاعها حتى تشربها الغدوه من ذاك وديكوريوها. هذه هي انا نكمل نعسل هذه، والاخرى يعني النصف البلاطو الثاني راهو يطيب كما راكم تشوفوا، ونزيد نعسلو حتى هو ونغطي عليهم ونخليهم يباتوا ليله كامله. هنا اليوم الموالي كملت نديكوري هذاك الصابلي تاعي، صابلي بريستيج هذا الشكل نتاعو. كيما راكم تشوفون بديت اول حاجه نحي في الجوانب بهكا بالمقص، تقدروا ديروا بالموس تقدروا ديروا بالبراشه نتاع البطاطا. نتاكدوا بلي الحبه راح تكون يعني شكلها متحوف.
هذه هي نتخلصوا من كامل الزايد هذاك نتاع الشوكولا. من بعد جبت الناكري، ناكري انا نشتي نحب نخلط الناكري ابيض مع الناكري غوز، هكا يعطيني لمعه ويعني يزيد يعزز لي هذاك اللون نتاع الغوز اللي درته في الشوكولا. ندير لهم كامل هذاك الناكري، وشوفوا هنا كي عاد درت الفراشه فوق الشوكولا، يعني راني نديكوري فيه ومانيش خايفه، يعني الفراشه هيك راهي لاصقه مليح. هنا درت الناكري هذاك الذهبي مع السائل نتاعو، بدت هكا بالفرشات ندير نقاط فوق الصابلي تاعي، يعني شفتوني من قبل درت هذه اللقطه ونحطو. هذا هو التزيين، شوفوا القدوه من ذاك ثاني البقلاوه نتاعي بعد ما طابت لي. هاي ليكم عفوا بعد ما باتت ليله كامله هنا في العسيله، جيت هنا راح نحطها في الدونتيل ولي كيسات تاعها ماشي كيما تشوفوا، هنا راح نحطها في هذه الكيسات تاع البقلاوه ونبدا نحطهم. شريت هذا اللي هذا اللي كيسات هذو تاع السيجار راح يجيو فيها اسوا. نكمل كامل الكميه هذه كيما راكم تشوفوا، ونحط هذاك الصابلي تاعي في لي كيسات حتى هو وفي الدونتيل نتاعو كيما تعودتوا عليا. هنا راني اختصرت لكم شويه حبيباتي في الفيديو، لانه جا اكثر من 25 دقيقه وانا مستحيل نحط لكم فيديو بهذاك الطول. هنا البقلاوه تاعي بعد ما حطيتها كامل في يعني حطيتها هكا في البلاطو، جبت هذاك الكاوكاو الاخضر بذوق البيستاش، واللي عندها دير بيستاش نورمال حسب يعني طلب الزبون تاعكم. من بعد ما نحطها في العلب ندير لها الورقه الذهبيه كيما راكم تشوفوا. هاي ليكم، هنا بديت نحطها وراح تشوفوا نقسم معاكم حبه نتاع الصابلي في نهايه الفيديو، وراح نقسم معاكم حبه نتاع البقلاوه تشوفوها راهي تقرمش ما شاء الله، يعني ما قربشه وذوق، ننصحكم بزاف بها خاصه في طلبيات نتاعكم، سهله وما تديش الوقت ويعني مشروع مربح. هنا بعد ما درت لها الورقه الذهبيه ديما حاولوا لي بواط نتاعكم كي يكونوا حلويات معسله حطوا لهم البابي الومنيوم هكا باش ما يعني البطه هذيك نتاعكم ما تفسدش وما تشربش هذاك العسل. وجبت هنا الصابلي بعد ما كملت ديكوريتو، انا درت له التزيين يعني سامبل، تقدروا ديروا له خطوط بالشوكولا الغوز من الفوق، تقدروا ديروا له يعني اي تزيين نتوما تحبوه. هذه هي، نكمل نعمر كامل العلب نتاعي، كل علبه نكتب فيها العدد الحبات، نكتب فيها اسم الزبون وقتها راح يديها، ونكتب هكا باش ما تتخلطوش، خاصه اذا كان عندكم علب يعني بزاف ما تخلطيش، يجيك الزبون تلقاي العلبه نتاعو قدامك مكتوب فيها كامل المعلومات. هذه هنايا الحبه 51 راح نفتحها قدامكم، شوفوا راهي مفتته خلاص، قلت يعني نفتحها قدامكم. شوفوا الحشو طري ويعني البقلاوه تقرمش ومحشيه مليح، ما تخليوهاش طيب يعني بزاف بزاف في الفرن باش ما تتجمر لكمش، راهي ساهله والورقه هذه راهي رهيفه بزاف. وراح نزيد نفتح قدامكم هذاك الصابلي كيما تشوفوا، هاي ليكم الحبه راح نفتحها، تقدروا ديروا لها ورقه ذهبيه، قلت لكم تقدروا ديروا لها تزيين بخطوط تاع الشوكولا. هنايا شوفوا الشكل نتاعها كيفاه يجي من الداخل، هاي ليكم راح تجي بالجوز وهذاك الديكو فروي، راح يجي هذيك الكريمه صدقوني طعم رائع. ان شاء الله يعجبكم حبيباتي لا فيديو تاع اليوم، راح نخلي لكم رابط الانستغرام اللي تحب تعرف على الاسعار ولا عندها اي سؤال تتفضل للانستغرام نتاعي. دمتم حبيباتي في امان الله.